ينضم إلينا من العاصمة اليونانية أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. أهلا بك عبد الستار. اليونان واحدة من الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ خلال أزمات مختلفة، سواء مرت بالشرق الأوسط أو حتى بأوروبا، لكن حديث وزير الهجرة بأنه يتم السيطرة على الحدود والتحكم في الهجرة غير الشرعية، ما هي تفاصيله؟ نعم، تحياتي إليك ياسر وإلى السادة المشاهدين من هنا من وسط أثينا. ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف مؤرق. اليونان بالنسبة أن موقعها الجغرافي في البحر المتوسط وجنوب شرق أوروبا، وتمثل أيضا يعني الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فهي تعتبر مطمع أو مقصد للعديد من المهاجرين واللاجئين، وهي دولة عبور. الكل الذي يأتي إلى هنا يريد المغادرة إلى بقية دول أوروبا الغنية. وزير الهجرة واللجوء أخيرا قال أن هناك سيطرة شبه تامة على الحدود الخارجية لليونان، ولكن أشار إلى أن هناك ثغرة ربما تكون عند جزيرة رودس جنوب شرقي اليونان، عند جزيرة رودس وفي بحر إيجا. هذا المكان يتعلق بدوائر المهربين، و بالرغم من وجود خفر سواحل كثيرة جدا هناك، ولكن لا يتم السيطرة عليها. ولكن في بقية الحدود، وخصوصا أيضا على الحدود البرية مع تركيا، هناك أيضا سيطرة على الوضع. من المحتمل أن يصبح الوضع أكثر تشددا خلال الفترة المقبلة، ودخول الاتحاد الأوروبي 5 سنوات مقبلة سوف تكون هناك سياسة أكثر صرامة بالنسبة لملف الهجرة واللجوء. اليونان طبعا ودول أخرى مثل قبرص ومالطا وإيطاليا هي من الدول التي تعاني من هذا الملف، وربما يكون هناك تضامن من بقية دول الاتحاد الأوروبي مع اليونان. عموما يوميا أو إن لم يكن يوميا يعني أسبوعيا، هناك العديد من قوارب الهجرة غير الشرعية التي يتم يعني رصدها تدخل اليونان، أو أيضا هناك الأفراد على الحدود البرية كما ذكرنا شمال شرق اليونان. التحكم في هذه الحدود يعني هناك مراقبة كبيرة جدا من قبل السلطات اليونانية، استخدام تكنولوجيا حديثة، ولكن أيضا يعني حكمة المهربين أو خطط المهربين تستطيع أن تدخل بعض الأمور، تدخل يعني بعض المهاجرين غير الشرعيين يدخلون إلى اليونان. نعم، أشكرك عند هذا الحد عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من آثينا، شكرا جزيلا لك.